اهلا وسهلا فيكم اليوم على قناة مصدر ايفن. اليوم اعزائي المشاهدين بدنا نحكي شوي على اللي صار مع منصة الاف تي اكس للعملات الرقمية، بالاضافة لنجاوب على بعض الاسئلة منها: هل منصة باينانس امنة ولا لا؟ هل منصة الكريبتو دوت كوم امنة ولا لا؟ وهل انا فيني احتفظ بعملاتي على هيدي المنصات ولا بنقلها لمحفظة خارجية؟ وشو افضل محفظة خارجية؟ خلينا نحكي اول شغلة، اول نقطة نبلش بالاف تي اكس. الاف تي اكس منصة ضخمة جدا 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 كبيرة مع مليارات الدولارات، بالإضافة لأنه منصة في FTX US اللي هي أمريكية، وشارك صاحب هيدي المنصة بدعم الحملات الانتخابية للديمقراطيين بأمريكا. يعني عم نحكي نحن على منصة المفروض أنها تكون آمنة نوعا ما، أوكي؟ اللي صار انه هيدي المنصة انهارت والناس ما قادرة ترجع مصرياتها. طبعا انا بعيدا عن هيدا الشيء يلي صار، يلي متوقع انه يصير مع منصة تانية، هلا بلكن شو هي. شوفوا، اي شيء بيدخل فيه الربا، القروض، الفساد بيفسد. اي شيء مين ما كان يكون، شو من كان شخص ولا كان بنك ولا كان اي شيء بتلاقوا فيه ربا معناتها في خطر على المنصة. حتى الباينانس في عليها خطر، يلي هي عليها ربا ممكن تكون يلي بتملكها مثلا الباينانس 60 70 مليار دولار، بس عليها دين ب 140 مليار دولار، يعني بتملك نص الدين لنقول، اوكي. بس هل هذا الشيء صرحوا فيه؟ بعد ما صرحوا فيه قديش عليهم دفعات او قد عليهم ديون، بس ولكن تعتبر منصه باينانس امنه الى حد كبير، هي الامن منصه. بس ولكن لانه في فساد ولانه في ربا ولانه في حرام بالدق، هالمنصات مش بس المنصات، اي شيء بالعالم، من بنوك بتافلس، من اشخاص هالامور كلياتها، الربا يستخدم سلاح ضد الانسان بطبيعه الحال، ضد الانسان بشكل عام، ضد الانسان. الربا هو شيء يعني شيطاني جدا 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 لاقصى حد، اقصى ما بتتصور. حتى الربا اللي بتدفعه للبنك او البنك اللي بيدفع لك الربا او الفائده، هيدي محرمه شرعا، مش بس عم نحكي نحن على المنصات. هيدي اول جزء. ف يلي صار مع الاف تي اكس هو شيء متوقع. طيب، هل المنصات الباقيه، هل هيدا الشيء ممكن يعني مثلا في نلاقيها راحت اختفت المنصات، ممكن ولا لا؟ شوفوا، خلينا نحكي علميا ونحكي شيء انا بالنسبه لي بشوفه احتياطيا، يعني انا بحتاط، اوكي. احتياطيا انا بشيل كل عملاتي على محافظ خارجيه. شو هي المحافظ الخارجيه؟ المحافظ الخارجيه اللي بتكون غير متصله بالانترنت بطبيعه الحال، وصعب ينعمل لها هاك، لا بالمستحيل انه ينعمل لها هاك، وما في بتذكر محفظه خارجيه بارده نعمل لها هاك، كله المحافظ الساخنه. يعني عم نحكي نحن من تراست وولت وهالامور كلياتها، بس عنا افضل محفظه هي اللجر نانو اكس، هي افضل محفظه بتشيل كل عملاتك وبتريح راسك وانتهى الموضوع. هلا بحال في عملات ما اللجر ما بتدعمها، فيك تخليها. يعني انا مثلا شخصيا مخلي الواكس بي ومخلي عمله ثانيه اللي هي اسمها بي واي ار، اثنيناتهم يعني حوالي هلا بيطلعوا حوالي 1000 دولار الموجودين، يعني بقيمه 1000 دولار حاليا موجودين، محتفظ فيهم، اوكي. ما حنقلهم على ما في واكس بي على اللجر، وفي طريقه معينه بدها تصير سيرت بارتي، ما بدي فوت بهذا الموضوع. بدي انا انقل عملاتي على اللجر وتكون اللجر داعمه سبورت لهيدي العمله، اوكي. سو ما لنا سبورت لا لهي ولا لهي، سو اوكي اتس اوكي، بخليهم بالمنصه وبلعب فيهم. لا بل الافضل، افضل من هيك انك انت تنقل كل شيء بالوضع الحالي، لانه نحن هلا عم ننزل وننزل وننزل ومصايب، اوكي؟ المفروض تنقل كل شيء وتخلص. ما تخلي شيء على المنصات، بس انا مضطر خلي بس هول على المنصات. شو اللي نقله انا على اللجر نانو اكس؟ انا ناقل دوت ب 120 حبه دوت، وناقل 121 122 تقريبا حبه دوت، وبالاضافه ل 1350 حبه اكس ار بي. هول الاستثمار لقدام، هول الهم، هو ما بدقرهم، لو شو ما صار طلعوا نزلوا ما ببيعهم قبل 5 6 10 سنين لقدام. ما لي علاقة فيهم، أنا بلعب بس بالموجودين بالولت. بس هل هذا الشيء صح أو غلط؟ أنا ما بنصح إنه حدا يخلي أي شيء على المنصات. كل العالم بقول لكم إياها، ممنوع تخلوا شيء على المنصات، فأنت بتقيمها من المنصات، أوكي؟ طيب، بالنسبة للسؤال اللي بعده، هل الباينانس بشكل عام أو كريبتو دوت كوم وهالأمور كلها المنصات، هل آمنة ولا لا؟ شوفوا، الشركات والمنصات طلعت احصائيات قد ايه عندها احتياطي، يعني قد ايه في احتياط.
الباينانس الشيء الحلو فيها انه عندها بيتكوين وايثيريوم كثير، بس عملتها احتياط، عملتها لها قليل، فهذا الشيء كثير ممتاز، بالاضافه لانه باينانس كثير قويه وثقه وهالامور. هل هي افضل منصه؟ برايي هي افضل منصه ورقم واحد بالعالم. اوكي، اذا راحت باينانس خلص بطل في ثقه اصلا بولا منصه. المنصه الاولى هي باينانس، هي الثقه كلها. اوكي، بالباينانس هل بقدر انا اشتري كل العملات او لا؟ هلا بننتقل لشو المنصات الباقي. بالباينانس معروف الفيوتشر حرام، المارجن حرام، الليفرج حرام، هو ما بتفوتوا فيهم، هو محرمين، في ربا وما ربا ولا امور، ايزي كم ايزي جو. تمام، انت عليك تفوت على السبوت تشتري عمله، هيدي العمله تقرا مشروع. اذا بتشتغل بربا شيء خاص بالربا مثل الاف تي تي مثلا ما بتشتريها، شيء تاني ما بتشتري، اي شيء خاص بالربا او بيشتغل بيعطي قروض ما بتفوت فيه، بتقرا المشروع بتعرف انه حرام، منك بحاجه تسال حلال ولا حرام، بتعرف انه حرام، طالما بيشتغل بالقروض يعني حرام، ما بدها اثنين يحكوا فيها. اوكي، بتروح على المشاريع يلي شغلتها التطوير الفعلي والتيم تبعهم يشتغل بشكل ممتاز، اوكي بتشتري، ما في اي مشكله الموضوع. بس كل شيء عملات المنصات بي ام بي سي ار او اي شيء كيو كوين هالامور، اي منصه بتقدم ربا، واصلا تقريبا كلهم بيقدموا ربا، فما بتشتريها بالمره كليا. اوكي، بتشتري بس يلي قلت على عليون اللي هن العملات يلي بيقدموا شيء للمستقبل، بيقدموا شيء للجمهور، عم يشتغلوا على حالهم، التيم قوي، رغم النزول اللي نحن فيه بعدهم عم يشتغلوا وعم بيشدوا على حالهم وهالامور، يعني باينين تيم كثير قوي. ف اوكي في ثقه، بتشتري هوليك اللي فيهم ربا ما بتشتري. تمام، يعني بالسبوت في عملات فيهم ربا ما بتشتريهم، بالفيوتشر ما بتفوت، بالمارجن ما بتفوت، هالامور كلها ما بتفوت فيها. طيب غير الباينانس شو في عنا منصة ثقة؟ صراحة أنا بالنسبة لي اللي بشوفه إنه ممكن كيو كوين، الكيو كوين ممكن، الكوين بيز ها يعني ما بعرف، أنا ما كتير برتاح للكوين بيز، بس بالنسبة لي الكيو كوين بحسها هي حاليا ثقة، وبنفس الوقت إنه هيدي المنصة بتنزل مثل ما بقولوا الجواهر الرقمية، يعني الكوينات اللي بتكون جوهرة تشتريها قبل ما يعلنوها مثلا على الباينانس او هالامور بتنزلها الكيو كوين. الاوكي اكس ما في ما فيها ثقة ابدا. وكمان بتزيد معلومة اخيرة يمكن اغلبكم ما بيعرفها، اللي هو انه البيتكوين هي العملة تقريبا الوحيدة بالعالم يلي هي فعليا لا مركزية، باقي العملات عملوها شركات. اوكي، هيدي نقطة الواحد بده ينتبه لها، باقي العملات كلها عملوها شركات، والبيتكوين هو الوحيد يلي هو عملة لا مركزية، مش معروف لا صاحبه ولا شركته، مش معروف شي من شي. اوكي، هلا يلي بده يستثمر بيستثمر بالبيتكوين وبخلي بيتكوين تمام، ويلي بده يعمل ارباح ويصير من اصحاب الثروات ممكن يروح يستثمر بالالت كوين، ينقي شي بده يعمل له 40 و50 اكس طبعا عن نزول، وبينطر بعد لا ينزل وبيشتري، ما في اي مشكلة، وبيتكل على الله، وساعتها بس يرتفع السوق تطلع 40 و50 اكس وبصير من اصحاب الثروات والاموال الطائله، حسب قديش اكيد، مش اذا حاطط 50 دولار و10 دولار، عم نحكي نحن مثلا انا نقول حاطط هلا 1000 دولار، ال 1000 دولار اذا بس انضربت ب 10 طيب صارت 10000 دولار، يعني هي بس ب 10 ما عم نحكي 40 و50. اوكي، فبده ينحط مبلغ عن نزول الكبير، ينحط مبلغ كبير، هذا اللي بده يصير. انا هذه وجهه نظري، يعني انا هذه الطريقه اللي بتبعها، لما بدي زدت بزت 500000، انا ما بزت تحت ال 500، ما بزت 100 مثلا، لا بزت 500 بزت 1000 هيك دغري، بشتري بشيل بحطه على اللاجر نانو اكس بيمشي الحال. اعزائي المشاهدين، بتمنى هذا الفيديو يكون واضح. العملات الرقميه مثل ما حكيوا قبل ومثل ما معروف انه هي المستقبل، هاي بكل بساطه، مش لانه نحن والله مستثمرين فيها هالامور. ما تنسوا شغله انه انا صاحب نظريه انه اذا انت معك 1000 دولار او 2000 دولار بجيبتك مضايقينك، يعني كيف بدي اقول لكم، امالين جايبتك هيك بدك تكبهم على البحر، يعني انت جاي على بالك تكبهم، تمام، جاي على بالك تكبهم كبه بحر مثل ما بنقول، اوكي، ومانك سألان عنهم ومضايقينك، استثمرهم بالعملات الرقميه. اذا نجحت العمليه نجحت، ما نجحت العمليه اصلا انت بكون بدك ما بدك اياهم اصلا، مش عايزهم من الاساس، فما بتستعمل ما بت... ما... ما بتستثمر بالعملات الرقميه الشيء الا الشيء يلي مش عايزه، الشيء يلي ما بيأثر فيك، الشيء اللي هو بكون نطس المصاري اللي معك، يعني بكون ماشي لا شيء يذكر. اوكي،
مش بتتدين وبتحط مستقبلك بهذا الموضوع. انا اول ما حطيت انا كمان 1500 دولار زتيتهم كبة بحر مثل ما بقولوا، هم بدي اياهم، واذا يعني ما بعوزهم، واذا احترقوا ما بعوزهم، واذا حرقتهم انا بايدي ما بعوزهم، اخر همي ولا بيأثروا فيني. اوكي، وحطيت فوقهم اكثر، لاستثمرت لحوالي ال 3500 4000 دولار تقريبا، 3500 دولار تحديدا هو راس المال اللي استثمرته انا بالعملات الرقميه. هذا اللي صار. اوكي، هل هول انا استثمرتهم بيأثروا فيني؟ لا ابدا، لو خسرتهم كلياتهم ولا بتأثر عادي. فشوف انت وضعك اذا بتتأثر ولا ما بتتأثر. اوكي، انا بعد ال 10000 دولار وال 20000 دولار ما دخلت فيهم، يعني بعدنا ما فتنا، يعني انا مستثمر 3500 4000 دولار، وانا ال 20000 دولار يلي انا مثلا ممكن يكون راصدها لافوت بالعملات الرقميه، انا بعد ما فتت بشي ولا دولار فتت فيها. تمام، ناطر لينزل، اذا نزل ل 3000 دولار ساعتها اوكي ممكن فوت فيهم كلياتهم فرد ضربي، ما عندي مشكله بالموضوع. اوكي، استيل ال 20000 دولار هول حتى غير ال 3000 دولار انا مش سألان عنهم. اوكي، فانت المصاري تعولك بدك تكون مش سألان عنهم، ما فرقانه معك لا تفوت والا ما تفوت. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله ما يكون هذا الفيديو كان كتير طويل، بس اضطرينا إنه نحكي شوية تفاصيل. بنهاية هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، بتشكركم للمشاهدة بإذن رب العالمين، دائما إلى اللقاء.